بفهم من كلامك انك وافقتي تلتزمي معنا بالدوام المسائي. ان شاء الله، بس خايفة جودة بيك، يعني ببعض الايام القليلة ممكن تكون روعة مشغولة. ممكن بهالحالة اخذ اذن ساعي وروح لعند الماما اعطيها الدواء؟ اكيد ما في مشكلة، خاصة انه رح نفرز لك سيارة تبقى معك على طول. سيارة؟ طبعا، ما انت صرتي سكرتيرتي بكل معنى الكلمة. ومو بس السيارة، في لسه اوفر تايم كبير راح يطلع لك لما تسهري معي. اسهر معك؟ مو دائما، لما بنضطر، يعني ممكن يكون عندنا عشاء اعمال، ممكن يكون عندي ضيوف، نضطر نسهر عندي بالبيت. بس من غير بس. على فكرة لازم تغيري طريقة لبسك، بتمري لعند محاسب وبتاخدي مصاري، حاولي تشتري من ماركات الفخمة. انتي مزوقة ما بيخاف عليك. ممكن سؤال جودة بيك؟ يا ريت بسرعة، لأنه عندي شغل ضروري. هالحفلات رح تكون كتيرة؟ حسب الحاجة. روحي لعند المحاسب وأنا هلا بحكي معه. شكرا جودة بيك. مساء الخير. أهلين بابا. شو مين الغالي بابا؟ أنا. وأنت أنو لون منهم؟ الأبيض ولا الأسود؟ أنا الغالي. أها، يعني أنت بتقرر أنو لون إلك بس تخلص اللعبة. لا تغلط، لازم تلعب وأنت متأكد أنك رح تفوز. اوعك يا مايل بيوم من الايام يخطر على بالك تقبل تكون الخسران. بس اللعبة لها قواعد. نحن اللي بنحط قواعدها بابا، حسب مصالحنا. حتى لو كان حساب التاني؟ لما بتكون انت الاقوى انت اللي بتحط قوانين اللعبة بدون ما تحسب حساب حدا. بابا انو لون انت؟ أنا هاد الأسود. بس هاد أبيض. أبيض أسود، هاي بابا أسماء حفظناها. ممكن ببساطة يصير الأبيض أسود والأسود أبيض، المهم أنو لون مصلحتنا معه. ما بدك تكمل اللعبة؟ رح كملها. شوف يا ابني، ما في قدامي غير اني حط الحصان على خط الفيل، هيك الفيل بيقتل الحصان وبينكشف الملك. هاي كشفت لك الخطة. بس هيك بتكون خسرت. صح، خسرت، بس انا اللي قررت اخسر. الحجر وقسي البشر، لا للحجر